الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير بني عدنان وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عما بعد، عباد الله، فالذي أوصيكم به وإياي المحافظة على قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فهي تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاز المرء من رأيه وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت قبة السماء إله يعبد من دون الله أعظم من هوى المتبع. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وهذا وإن ورد في ميادين الجهاد في قتال الكفار فهو منقلب في هذه الأزمنة في الصفح عن شر الناس. فمن تمنى بقلبه أو أراد تحريك الشر منه على الناس سلطهم الله عليه من ولي لا يقدر على دفعهم. وعلى العبد أن يسأل الله العافية من تحريك شر الناس وفتنتهم، فإن تحرك عليه من غير سبب منه فالوجه الأعلى الذي تقتضيه رسوم العلم مقابلتهم بالإحسان في إساءتهم. فإن لم تقدر فبالصفح والعفو عنهم إطفاء لنيران الفتنة، فإن لم يقدر فبالصبر لثبوت مجال الأقدار. ولا يتحركوا في شيء من إذايتهم لإساءتهم، فإن اشتعلت عليه نيران شرهم فليدافع بالتي هي أحسن بلين ورفق. فإن لم يفد ذلك فعليه بالهرب إن قدر والخروج عن مكانه. فإن عوقت العوائق على ارتحال ولم يجد قدرة فليدافع بالأقل، فالأقل من الإذايا، فليفعل ذلك ويكثر التضرع إلى الله والابتهال سرا في رفع شرهم عنه مداويا ذلك حتى يفرج الله عليه.
فإن هذه الوجوه التي ذكرناها هي التي تقتضيها رسوم العلم. والحذر الحذر لمن تحرك عليه شر الناس منكم أن يبادر إليهم بالتحرك بالشر بمقتضى حرارة طبيعه وظلمة جهله وعزة نفسه. فإن المبادرة بالشر بهذا وإن كان مظلوما فاضت عليه بحور الشر من الخلق يستحق الهلاك به في الدنيا والآخرة، وتلك عقوبته وضعفه لإعراضه عن جناب الله. أولا فإنه لو فزع إلى الله بالتضرع والشكاية واعترف بعجزه وضعفه لرفع الله عنه ضرر الخلق بلا سبب أو بسبب لا تعب عليه فيه، أو يشغلهم الله بشاغل يعجزون عنه، فإما أن يفعل الله له هذا، وإما أن ينزل عليه اللطف العظيم أو الصبر الجميل فيكافئ غصص تلك الشرور بما هو فيه من اللطف والصبر حتى يرد عليه الفرج من الله تعالى فيكون مثابا دنيا وأخرى. وأما ثواب الدنيا فبحمد العاقبة وظهور نصره في الخلق على قدر رتبته، وأما ثواب الآخرة فبالفوز بلا غاية له من ثواب الصابرين الذين وعده الله تعالى في كتابه العزيز. عباد الله، تدبروا معاني القرآن كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن نبينا يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إلى غير ذلك من الآيات. ولعدم اعتبار الناس لما ذكرنا، ترى الناس أبدا في عذاب عظيم من مكابدة شرور بعضهم بعضا، ووقفوا بذلك في المهالك العظام.
إلا من حفته عناية عظيمة إلهية، فإن العامة لا يرون في تحريك الشر عليهم إلا صورة الشخص الذي حركه عليهم لغيبتهم عن الله سبحانه وتعالى وعن غالب حكمه، فنهضوا في مقابلة الشرور بحولهم واحتيالهم والصولة سلطان نفوسهم، فطالت عليهم مقابلة الشرور وحبسوا في سجن العذاب على تعاقب الدهور. فإن الكيس العاقل إذا انصب عليه الشر من الناس أو تحركوا له به رآه تجليا إلهيا لا قدرة لأحد على مقاومته إلا بالتأييد الإلهي، فكان مقتضى ما جله عليه علمه وعقله الرجوع إلى الله بالهرب والالتجاء إليه وتتابع التضرع والابتهال لديه والاعتراف بعجزه وضعفه، فنهض معتصما بالله في مقابلة خلقه. فلا شك أن هذا تدفع عنه الشرور بلا تعب منه، ولو انتبهت عليه نيران الشر من الخلق لعجزوا عن الوصول إليه لاعتصامه بالله تعالى. فإن من تعلق بالله تعالى لا يقوى له شيء، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا الباب الذي ذكرناه كل الخلق محتاجون إليه في هذا الوقت، فمن أدام السير على هذا المنهاج سعد في الدنيا والآخرة، ومن فارقه وكله الله إلى نفسه فنهض إلى مقابلة الشرور وبحوله واحتياله، فهلك كل الهلاك في عاجله وآجله. وفيما ذكرنا كفاية، فلله الحمد والشكر والمنة على نعمة الإسلام والإيمان والإحسان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد إلى المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيل الله، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وخاصة في فلسطين وفي غزة وفي جميع أنحاء العالم وفي الشيشان وفي جميع المجاهدين في جميع العالم، يا رب انصرهم نصرا عزيزا، وأهلك عدوك وعدو المسلمين يا رب، دمرهم كل التدمير يا رب، دمرهم وأهلكهم كل الهلاك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحصنت بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبالسلطان سلطان الله وبما جرى به القلم من عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنت نفسي وديني ومالي وعيالي وأحبابي ما حضر معي وما غاب عني، وحصنتكم بالحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموت أبدا، ودفعت عني وعنكم السوء بلا إله إلا الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لبست بستر الملك المحيط العظيم الأزلي، وتقلبت بسيف أمير المؤمنين علي، وارتديت برداء أم المؤمنين خديجة، ودخلت في حز بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها، سبحان من نفذ في كل شيء حكمه،
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وآياته. اللهم حسنا بحسنك التي لا تنام، بعينك التي لا تنام، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. صلوا على سيدنا محمد وقوموا إلى صلاتكم.